شوفوا كيف تحميرة الدجاج، شيء على المستوى. يا هلا والله، اليوم ان شاء الله راح اصلح لكم مضغوط سريع ببهارات الشيف فيصل. طبعا البهارات هذه من بهاراتي، بهارات خاصة بالمضغوط. البداية راح انزل البصل، بسم الله، نشوح البصل لحد ما ياخذ معي اللون الذهبي. هنا تقريبا ملعقتين معجون طماطم انزلها من الحين عشان تذوب ويخف تخف الحموضة. هنا ثوم وفلفل حار وثلاث حبات ليمون اسود ومكعب واحد ماجي. نزل الطماطم، نزلت من بهارات المضغوط طبعا ملعقة ونص لكل حبة. هنا عندي الدجاج، ننزله يا جماعة بالطريقة هذه عشان البهارات تمسك ويتشوح وياخذ له تقميرة من تحت. نضيف الماء، بسم الله، خلاص الحين نقفل، نبدأ نحسب له 13 دقيقة. انتهت 13 دقيقة، الدجاج راح نطلعه على جنب وراح ندخل الفرن. شوية خضار، طبعا الخضار اختياري. الرز منقوع تقريبا ربع ساعة في موية دافية. هنا عندي يا جماعة تتبيلة راح اكتبها لكم، وندخل الفرن لحد ما يستوي معنا الرز. جاهز الرز، بسم الله، ما شاء الله تبارك الله. الدجاج بعد ما طلعناه من الفرن، شوف كيف الشكل، ما شاء الله تبارك الله. خضار اختياري راح يكون، اللي حاب يضيف خضار يضيف. شوف الرز كيف، ما شاء الله تبارك الله. جرب الدجاج، ما شاء الله تبارك الله يا جماعة.